السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي. معاكم النهاردة حصة العلوم الفصل الدراسي الأول، ومعاكم مس نهلة عرابي إبراهيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الوحدة الأولى، دورية العناصر وخواصها. هنبدأ إن شاء الله في الدرس الثاني في الوحدة اللي هو تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث. تمام، إحنا المرة اللي فاتنا خدنا محاولات العلماء لتصنيف العناصر، خدنا المحاولات بتاعت مندليف وموزلي والجدول الدوري الحديث. المرة دي بقى هندرس الجدول الدوري الحديث بالتفصيل بقى. تمام، إن شاء الله نواتج التعلم بتاعتنا النهاردة في نهاية الدرس كل واحد فيكم هيكون قادر إن يحدد خواص بعض العناصر بمعلومية أعدادها الذرية. إحنا قلنا مين أول واحد قال كلمة عدد ذري؟ ها، العالم موزلي. تمام، كمان كل واحد فيكم في نهاية الدرس النهاردة هيتعرف قطبية بعض المركبات الكيميائية، هيعرف يعني إيه مركب قطبي، يعني إيه أصلا كلمة مركب قطبي. كمان هيتعرف كل واحد فيكم على الفلزات واللا فلزات، وفي كمان حاجة اسمها أشباه الفلزات. تمام يا شباب، ده كله إن شاء الله في نهاية الحصة النهاردة كل واحد فيكم هيطلع عارف الحاجات دي كلها. تمام، يلا بينا نبدأ. أول حاجة اللي إحنا النهاردة درسين اسمه تدرج خواص العناصر. إيه هي خواص العناصر اللي إحنا هندرسها النهاردة ومتدرجة إزاي يعني يا مس؟ يعني نفهم مع بعض. أول حاجة، خواص العناصر اللي معانا إن هندرسهم النهاردة 3 خواص: خاصية الحجم الذري، خاصية السالبية الكهربية، وآخر حاجة هندرسها الخاصية الفلزية واللا فلزية. تمام، دول 3 خواص اللي هندرسهم النهاردة. تعال نبدأ أول واحدة، خاصية الحجم الذري. زي ما احنا شايفين هنا ده جزء أو مقطع صغير من الجدول الدوري الحديث، وجايبين آدي العناصر بترتيبها في الجدول الدوري الحديث، الترتيب من أعلى لأسفل ده بسميه مجموعة، ومن اليسار إلى اليمين ده بسميه إيه؟ دورة. تمام؟ دورة أفقية، لكن المجموعة بتكون رأسية. هنا زي ما احنا شايفين كاتب لنا ال ال اي اللي هو الليثيوم، وكاتب لنا تحتيه رقم 152. ايه ال 152 دي يا مس؟ عمرنا ما خدناها، انت دايما تقولي لنا العدد الذري والعدد الكتلي. طب الليثيوم ال اي 3، العدد الذري بتاعه 3 والعدد الكتلي بتاعه 7، امال ايه ال 152 دي؟ ايه الارقام الغريبه دي؟ احنا عمرنا ما خدنا الارقام دي. اقول لك لا، النهارده درس النهارده هنتكلم عن الحجم الذري. الارقام دي اهو شايفين، دي الاحجام الذريه لكل عنصر مقدره بوحده البيكومتر. تمام، دي العلماء عملوا تجارب كتير عشان يوصلوا لكل عنصر من العناصر دول الحجم الذري بتاعه قد ايه. تمام، وكده عملوه لنا في الجدول عشان يبقى سهل علينا ندرسهم. طب يعني ايه اصلا كلمه حجم ذري؟ الحجم الذري ده بجيبه ازاي؟ بنجيبه بمعلومية نصف القطر بتاعت الذرة. مش احنا دايما بنرسم الذرة، بنرسمها عبارة عن نواة مدورة من جوه وحواليها الإلكترونات بتدور حواليها، يعني عاملة زي الدايرة، تشبه الدايرة. فأنا هجيب نصف القطر بتاع الذرة على اعتبار إن هي شبه الدايرة، فهجيب نصف قطرها. تمام، بمعلومية نصف القطر أقدر أجيب إيه؟ حجم الذرة كلها. طب طلع معايا الرقم 152، 113، 88، اكتب جنبها ايه وحدة القياس يا مس؟ يعني احنا دايما في الطول نقول 150 سنتي، 150 متر، 150 كيلو متر، ده في الطول. ماشي، في الكتلة بنجيبها بالجرام او الكيلو جرام. طب هنا في الحجم الذري، الحجم العادي، الحجم العادي بجيبه وحدة قياسه بالسنتيمتر مكعب، لكن حجم الذرة مش هينفع سنتيمتر مكعب يا مس، الذرة دي صغيرة خالص، ده هي الوحدة البنائية للمادة، مش بنشوفها خالص، طب مش هينفع فيها السنتيمتر، أمال يا ترى هجيبها بإيه بقى؟ حجم الذرة اللي صغيرة خالص خالص خالص، إيه وحدة القياس بتاعتها؟ قال لك وحدة القياس بتاعتها البيكومتر، وبنختصرها بي إم. مش السنتيمتر بنختصرها سي ام، هنا الديكومتر بنختصرها بي ام. تمام، طب يعني ايه اصلا ديكومتر يا مس، واجيبه ازاي الديكومتر؟ قال لك البيكومتر ده بيساوي 1 في 10 اس سالب 12
متر. يعني ايه يا مس؟ يعني مليون المليون من المتر. البيكو متر ده كام؟ مليون، مش المليون قدامه 6 أصفار، ومليون المليون المليون الثانية 6 تاني، يبقى 6 و6 12، صح؟ اهو فعلا 12، 10 أس سالب 12. طب ليه أس سالب 12؟ عشان أنا هنا حاطط الإيه؟ مطلعها في البسط، لكن لو قلت 1/10 أس 12 نزلتها في المقام، هتبقى إيه؟ السالب دي هتنزل موجب عشان نزلتها في المقام، لكن أنا عشان حاططها في البسط فهتطلع إيه؟ الأس بالسالب، وده كله خدناه في إيه؟ في حصة الرياضة، تمام؟ يبقى تاني، يعني إيه بيكو متر يا مس؟ ها؟ البيكو متر ده مليون المليون من المتر. طب اختصرها اقولها ازاي؟ يعني اقولها ايه ارقام؟ 1/10 أس سالب 12 من المتر، تمام؟ والبيكومتر دي وحدة قياس ايه؟ وحدة قياس الحجم الذري، وحدة قياس الحجم الذري. يبقى لما اقول لك وحدة قياس الحجم الذري نقط هي بي ام، كتبتها لي بي ام صح، كتبتها لي بيكومتر برضه صح. طب البيكومتر بيساوي نقط، بيساوي كام؟ 1/10 أس سالب 12 متر، تمام يا شباب؟ طيب تعال نشوف الحجم الذري، تعال نشوفه في الدورة. احنا قلنا الدورة دي أفقية، بتبدأ من اليسار إلى اليمين، تمام؟ في الدورة الحجم الذري بيحصل له إيه؟ قال لك في الدورة بيقل الحجم الذري كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين. تعال نتأكد، أدي 152 اتجهنا ناحية اليمين بـ 113، اتجهنا تاني ب 88، شوية تاني بقى 77، بعدين 70، 66، 64. ايه ده فعلا؟ ده بيقل كل ما بتجه من اليسار إلى اليمين، فعلا في الدورة الواحدة الحجم الذري بيقل. طب علل، السؤال ده دايما بيجي، علل ليه بيقل الحجم الذري في الدورة؟ ليه يا مس؟ ليه الدورة ايه حجم الذرة كل شوية بيقل يقل يقل، مع اني العدد الذري بيزيد؟ يعني المفروض ال LI ده عدد الذري 3، وال BE العدد الذري بتاعه 4، وال B العدد الذري بتاعه 5، وال C العدد الذري بتاعه 6، وال N العدد الذري بتاعه 7. الله، طب ليه العدد الذري بيزيد لكن الحجم الذري بيقل؟ بص يا سيدي، قال لك لأن بزيادة العدد الذري كل ما بزود العدد الذري في الدورة الواحدة بتزداد قوة جذب النواة للإلكترونات. يعني إيه يا مس؟ إحنا مش خدنا المرة اللي فاتت وقلنا إن النواة جواها بروتونات موجبة؟ مش البروتونات دي الموجبة هي اللي بتجذب ناحيتها الإلكترونات السالبة، صح ولا غلط؟ طيب يبقى كل ما هيزيد العدد الذري هتزيد عدد البروتونات. طب ليه؟ مش قلناها المرة اللي فاتت برضه وقلنا إن العدد الذري بيساوي عدد البروتونات، ودي كمان خدناها في سنه اولى كمان وراجعناها الحصه اللي فاتت، يعني مالكمش حجه نراجعها تاني مع بعض. احنا قلنا العدد الذري بيساوي عدد البروتونات، دي عارفينها من السنه اللي فاتت يا مس، ماشي. طب لما هيزيد عدد البروتونات، البروتونات دي شحنتها موجبه، لما هيزيد عدد البروتونات يبقى النواه كمان هتبقى شحنتها موجبه، هيزيد شحنة النواة، هتبقى النواة شحنتها قوية خالص وتزيد عددها، عدد الشحنات الموجبة اللي فيها. طب الشحنات الموجبة دي هتجذب مين؟ هتجذب الشحنات السالبة. مين الشحنات السالبة؟ اللي هي الإلكترونات اللي موجودة فين؟ في مستوى الطاقة الأخير. طب معلش يا مس، ممكن تديني مثال عشان أفهم؟ ماشي يا سيدي، إحنا لسه اللي قايلين أهو، لو خدنا الدورة دي بس من الجدول الدوري كله، بصوا أهو عدد الذري الحجم، العدد الذري بيزيد لكن الحجم الذري بيقل، تمام؟ بزيادة العدد الذري. ادينا مثال، بص يا سيدي المثال، ال LI ده تمام العدد الذري بتاعه 3، لما هنيجي نوزع التوزيع الالكتروني بتاعه هنحط جوه النواة كام بروتون؟ عدد البروتونات الموجبة 3 برضه، تمام؟ هاجي اوزع الثلاثة اللي هي العدد الذري اللي من تحت، أوزع الإلكترونات بتاعته، هحط في المستوى الأول 2، إحنا عارفين المستوى الأول أقصى حاجة بيشيلها 2 إلكترون، طب تمام، طب 2 إلكترون هم أصلاً 3، هيتبقى كام إلكترون؟ هيتبقى 1، أحطه في المستوى الثاني، تمام؟ يبقى أنا كده هنا عندي ذرة الليثيوم الـ LI دي لما وزعتهم
لقيت في 2 مستوى طاقة، والمستوى الأخير فيه 1 بس إلكترون. طيب بص معايا، تعال ناخد الذرة اللي بعدها اللي هي بي إي 4، العدد الذري بتاعها 4، تمام؟ تعال نوزعها، هيبقى عدد البروتونات الموجبة اللي فيها كام؟ 4 بروتونات، تمام يا مس. طب تعال نوزع الإلكترونات اللي حوالين النواة. المستوى الأول قلنا بيشيل 2، مش هيشيل أكتر من 2. طب 2 ودول أصلا 4، هيتبقى 2 إلكترون، أحطهم في المستوى الثاني. آه إيه ده؟ إيه الفرق بين هنا وهنا؟ هنا عدد البروتونات الموجبة 3 بس، لكن هنا ابتدى يزيد عدد البروتونات بـ4، يبقى ابتدت تزيد الشحنات الموجبة. لما زادت الشحنات الموجبة فقوة جذب النواة زادت، فسحبت الإلكترونات الموجودة في المستوى الأخير، سحبتها ناحيتها، فبقي حجم الذرة قليل شوية. حتى شايفين هنا مستويين الطاقة بعاد عن بعض، لا هنا ابتدوا يقربوا شوية عشان حجم الذرة ابتدى يقل شوية. كان 152 ابتدى يقل بقى بقى 113. ليه؟ لأن عدد الشحنات الموجبة بتاعت النواة زادت. لما عدد الشحنات الموجبة زادت، جذبت ناحيتها مين؟ الإلكترونات السالبة الموجودة في مستوى الطاقة الأخير، فراح الحجم ابتدى يقل. يعني بدل ما كانت الدايرة واسعة، ابتدت الدايرة تقل شوية بتاعة الذرة. طب تمام، فهمناها دي. طب معنى كده، انت لسه اللي قايله لنا مس، يقل الحجم الذري بزيادة العدد الذري. طب واحد يقل والتاني يزيد، يبقى العلاقة عكسية، يبقى بيتناسب الحجم الذري مع العدد الذري تناسبا عكسيا. واحد يقل والتاني يزيد، عكس بعض. طب لو واحد زاد التاني هيقل، صح؟ يبقى دي علاقة عكسية. ارسمها ازاي رسم بياني يا مس؟ ارسمها بالمنظر ده. اعمل المحورين بتاعي، هنا هحط الحجم الذري ومن تحت احط العدد الذري، تمام؟ كل ما هيزيد العدد الذري هيقل الحجم الذري. ده كان كبير فوق، ابتدى يقل 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 خالص، تمام؟ يبقى كل ما بيزيد العدد الذري بيقل مين؟ بيقل الحجم الذري. لو شفت الرسمة دي في أي امتحان، دي معناها الرسمة دي علاقة عكسية، معناها علاقة عكسية، تمام؟ أي مشاكل لحد دلوقتي؟ سهلة خاصية الحجم الذري، خدناها في الدورة. تعال ناخد بقى خاصية الحجم الذري في المجموعة. نفس الرسمة هي اللي معانا، بدل ما كنا ماشيين أفقيا من اليسار إلى اليمين، تعال نمشي بقى رأسيا من أعلى لأسفل، تمام؟ مثال عليها زي برضه، هناخد ال ال اي ليثيوم، بعديها ال ان اي الصوديوم، كي البوتاسيوم، وهكذا لحد الآخر. بيقول لك إن الحجم الذري بيزداد كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل. تعال نتأكد، في الأول كان 152، ابتدى يزيد فعلا 186، بعدها 227، 247، 265، ده فعلا بيزيد كل شوية الحجم الذري، تمام؟ كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل، فعلا بيزيد، أنزل لتحت يزيد. طب ليه بقى علل؟ الإجابة بقى اللي هنجاوبها في السؤال ده، هنقول لأن بزيادة العدد الذري في المجموعة، احنا ماشيين في المجموعة هنا رأسيا من أعلى إلى أسفل، في المجموعة الواحدة بيزيد عدد مستويات الطاقة المشغولة بالإلكترونات. فما دام زادت عدد مستويات الطاقة، الحجم الذري هتكبر، هيكبر خالص، كل شوية يزيد يزيد يزيد، لأن كان في الأول مستوى واحد، بقى مستويين، 3 مستويات، 4 مستويات، 5 مستويات، وهكذا، كل شوية مستويات الطاقة بتزيد، فبالتالي حجم الذرة بيكبر، تمام؟ طب ادينا برضه مثال يا مس. اهو بص المثال اللي معانا، هناخد هنا اهو زي ما قلنا، اول مجموعه، المجموعه الرئيسيه من اعلى لاسفل، اللي هي اولها الليثيوم، بعدين الصوديوم والبوتاسيوم، وننزل لاسفل. بص يا سيدي، الليثيوم لما وزعناه ال ال اي 3، هنحط جواها النواه، جواها 3 بروتونات موجبه، تمام؟ يعني لما هنوزع بعد كده الالكترونات، هنحط المستوى الاول هيشيل 2 الكترون، والمستوى الثاني هيشيل 1 الكترون بس. طب تمام، تعال نوزع بقى الصوديوم اللي بعدها. احنا عارفين الصوديوم ان العدد الذري بتاعه 11، هيبقى فيها 11 بروتون موجب النواه،
وهنوزع ال 11 الالكترون السالب اللي من بره المستوى الاول 2، هيتبقى كام من 11؟ ها 2 من 11 هيتبقوا 9. ينفع احط ال9 كلهم في المستوى الثاني؟ لا يا مس، المستوى الثاني اقصى حاجه يشيلها 8 الكترون. طيب 2 و8 10، من هم اصلا 11، هيتبقى الكترون واحد بس. الالكترون الاخير ده حطيته فين؟ في المستوى الثالث. طب لاحظتوا كان مستويين طاقه بس في الليثيوم، ابتدى يزيد عدد مستويات الطاقه بقى ايه؟ لو 3. يعني الدايره بتاعت الذره كانت فيها مستويين، كان حجمها صغير، ابتدت الدايره توسع فبقى فيها 3 مستويات. ما دام الدايره وسعت يبقى حجمها كبر، صح ولا غلط؟ يبقى عرفنا ليه كل ما بيزيد العدد الذري وينزل لاسفل في المجموعه بيزيد الحجم الذري معاه، لان بيزيد عدد مستويات الطاقه، توسع توسع توسع. ليه؟ لان بتزيد عدد المستويات خالص، فده بيزود ايه؟ الحجم الذري فين؟ في المجموعه من اعلى لاسفل. طب تمام، تعال بقى نرسمها رسم بياني. انت قلت يا مس هنا ده بيزداد الحجم الذري ويزداد مع العدد الذري، يزيد ويزيد، يبقى العلاقه طرديه، يبقى الحجم الذري بيتناسب طرديا مع العدد الذري. طب ارسمها ازاي طرديا دي يا مس؟ هرسمها بالمنظر ده. هنا من فوق هحط الحجم الذري ومن تحت احط العدد الذري، وادي العلاقه الطرديه كانت قريبه من الصفر من تحت وابتدت تعلى 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 فوق. ازاي؟ يعني لما يزيد العدد الذري بلاقي فعلا بيزيد معاه الحجم الذري، زاد تاني العدد الذري زاد معاه الحجم الذري، وهكذا كل ما ده يزيد التاني يزيد معاه، ده يقل التاني يقل معاه، يبقى دي اسمها علاقه طرديه. تمام يا شباب، دي فين؟ في المجموعه. علاقه طرديه من مين ومين؟ الحجم الذري والعدد الذري. تمام يا شباب، كده يبقى خلصنا اول خاصيه عندنا اللي هي خاصيه الحجم الذري. تمام يا مس، في معلومه مهمه في الحجم الذري، بيقول لك ايه؟ عايزين نطلع اكبر عنصر في الحجم الذري، في الجدول الدوري كله، وعايزين برضه نطلع اصغر عنصر في الحجم الذري في الجدول الدوري كله. مين يا ترى؟ شايفين عنصر الفلور اف ده؟ شايفينه ها اللي حواليه دايره ده؟ الفلور اف ده قال لك ده اصغر عناصر الجدول الدوري في الحجم الذري. شايفين فعلا الحجم الذري بتاعه 64، صغير خالص، الحجم الذري بتاعه صغير جدا. طب تعال وريني بقى مين يشاور لي على اكبر عنصر في الحجم الذري. تتوقع هنلاقيه فين؟ من الارقام اللي ظاهره قدامنا، اهي الارقام اللي احنا كاتبينها دي ارقام الحجم الذري. مين يقدر يقول لي اكبر واحد؟ يا شباب يلا، عايزه استجاباتكم بسرعه على الشات. اكبر عنصر في الحجم الذري هو، برافو عليكم، هو عنصر السيزيوم. اهو حطينا حواليه دايره، السي اس هو عنصر السيزيوم. الحجم الذري شايفين بتاعه 265. 265 ايه يا مس؟ هات وحدة قياس ايه؟ لسه اللي قايلينها يا شباب، ها عايز الكل يصحصح. وحدة قياس الحجم الذري البيكو متر، يبقى هنكتب 265 جنبها بي ام. تمام، السيزيوم ده اكبر عناصر الجدول الدوري في الحجم الذري. المعلومتين دول مهمين، بتجي لك دايما في اسئله اكمل او صح وغلط. اكبر عنصر في الحجم الذري هو عنصر نقط، هو عنصر السيزيوم. طب الفلور هو اكبر العناصر في الحجم الدوري، هل فعلا الفلور اكبر؟ لا يا مس غلط، انت هتلخبطينا، ده الفلور ده اصغر واحد في الحجم الذري، ده اهو مكتوب الحجم الذري بتاعه 64 بيكو متر، ده صغير خالص. طب تمام كده المعلومتين دول قلنا مهمين 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 يا شباب. كده يبقى خلصنا الحجم الذري، تعال ندخل في الخاصيه الثانيه، خاصيه السالبيه الكهربيه. يعني ايه اصلا كلمه سالبيه كهربيه يا مس؟ قال لك السالبيه الكهربيه دي مقدره الذره في الجزيء التساهمي. انتوا فاكرين في سنه اولى لما خدنا الرابطه الايونيه والرابطه التساهميه، الجزيء اللي فيه رابطه تساهميه بسميه جزيء تساهمي، والجزيء اللي فيه رابطه ايونيه بسميه جزيء ايوني، صح؟ هنا بقى السالبيه الكهربيه ما بتحصلش الا في الجزيء التساهمي بس، الجزيء الايوني لا، ما بتحصلش فيه رابطه، ما بتحصلش فيه سالبيه كهربيه. تمام، احنا عايزين هنا السالبيه الكهربيه فين؟
اللي في الجزيء التساهمي الذرة اللي هتقدر تجذب إلكترونات الرابطة الكيميائية نحوها هي ذات الذرة ذات عندها سلبية كهربية. تمام؟ طب إيه هي أصلاً رابطة إلكترونات الرابطة الكيميائية؟ اللي هم الإلكترونات اللي في المستوى الأخير، مش هم دول الإلكترونات اللي في المستوى الأخير هم اللي كانوا بيشاركوا مع ذرة أخرى، صح ولا غلط؟ كنا في الرابطة الأيونية بنقول في المستوى الأخير يا إما تفقد يا إما تكتسب. احنا مش عايزين رابطة أيونية، احنا عايزين رابطة تساهمية. الرابطة التساهمية كانت بتشارك بقى الذرة بتشارك بالإلكترونات، صح؟ وخدنا مثال عليها زي في جزيء الماء. جزيء الماء ده كان فيه رابطة تساهمية. تمام؟ في كمان مصطلح عندنا مهم خالص في الدرس ده اسمه المركب القطبي. ايه المركب القطبي؟ قال لك المركب القطبي ده برضه شرط لازم يكون مركب تساهمي، يعني الرابطة فيه رابطة تساهمية. أول شرط فيه مش أي مركب ينفع يكون مركب قطبي، لازم أول شرط فيه يكون مركب إيه؟ تساهمي، يعني الرابطة اللي ما بين جزيئاته رابطة تساهمية مش رابطة أيونية. طب ماشي، ده أول شرط فيه إن هو يكون مركب تساهمي. تاني شرط فيه إن العناصر اللي بيتكون منها لو جبت الفرق في السلبية الكهربية بين العنصرين دول، يعني إيه مثلا عندنا جزيء الماء، ماشي؟ جزيء الماء ده جزيء تساهمي، لسه اللي قايلين إن فيه رابطة تساهمية، صح؟ جزيء الماء العناصر بتاعته اللي هو إيه؟ عنصر الأو اللي هو الأكسجين والإتش اللي هو مين؟ الهيدروجين. لو جبت السلبية الكهربية بتاعة الأو والسلبية الكهربية بتاعة الإتش الهيدروجين، تمام؟ وطرحتهم من بعض جبت الفرق ما بينهم، لو طلع الفرق ده كبير نسبيا كبير نسبيا يبقى ده المركب قطبي. المركب ده قطبي. يبقى تاني يا مس، المركب القطبي عشان اعرف ان المركب اللي قدامي ده قطبي ولا لا في شرطين. اول شرط يكون تساهمي، المركب يكون تساهمي يعني الرابطة اللي فيه رابطة تساهمية. الشرط التاني ان الفرق في السلبية الكهربية ما بين العناصر بتاعته بيكون ايه؟ الفرق ده صغير ولا كبير جدا؟ لا لا لا، ولا صغير ولا كبير جدا، بيكون كبير نسبيا، يعني نص نص، مش كبير خالص ومش صغير خالص. تمام؟ طب ادينا امثله عليه. اهو لسه مديلك مثال جزيء الماء اللي هو H2O، ده مركب قطبي وفيه سلبيه كهربيه في عنصريه، الفرق بين الفرق في السلبيه الكهربيه ما بين عنصريه كبير نسبيا. طب عايزين مثال تاني يا مس، معلش، غير جزيء الماء، جزيء النشادر. زي ما احنا عارفين رمز جزيء النشادر NH3، ادي N واحدة وتلاتة H، صح؟ ده جزيء النشادر، هنا الرابطة فيه رابطة تساهمية، يعني مفيش حد هيفقد حد هيكتسب، لا ده كل واحدة بتشارك بالإلكترونات اللي في ايه؟ اللي في المستوى الأخير. دي بسميها إلكترونات الرابطة الكيميائية. الإلكترونات الرابطة الكيميائية هي الإلكترونات في المستوى الأخير. يبقى لما أقول لك إديني أمثلة على المركب القطبي هتقولي مثالين، جزيء الماء وجزيء النشادر. طب جزيء الماء رمزه H2O، لكن جزيء النشادر رمزه NH3. تمام يا مس، كده يبقى خلصنا السالبية الكهربية، دي سهلة خالص. تعال ناخد عليها سؤال، علل ليه جزيء الماء والنشادر من المركبات القطبية يا مس؟ انت قلت لنا لسه دلوقتي ان دول تبع امثله على المركبات القطبيه، ليه؟ انا لسه اللي قايله الاجابه وانا بشرح، مين مركز معايا؟ ها يا شباب، ليه الماء والنشادر من المركبات القطبيه؟ يلا الكل يبعت لي على الشات، ليه الماء والنشادر من المركبات القطبيه؟ تمام، برافو عليكم، لأن الفرق في السلبية الكهربية ما بين عنصري كل منهما كبير نسبيا، مش لسه اللي قايلين لو جبت السلبية الكهربية بتاعة الأكسجين والسلبية الكهربية بتاعة الهيدروجين طرحتهم من بعض طلع الفرق ده كبير نسبيا، يبقى المركب الماء ده مركب قطبي. لو جبت برضه السلبية الكهربية بتاعة الN النيتروجين والسلبية الكهربية بتاعة الهيدروجين طرحتهم من بعض لقيت الفرق اللي طلع كبير نسبيا، يبقى ده مركب قطبي اللي هو جزيء النشادر. عرفنا الإجابة ليه؟ الفرق في السلبية الكهربية ما بين عنصري كل منهما ماله؟ صغير؟ لا، كبير خالص؟ لا، أمال ماله؟ كبير نسبيا، ونركز على كلمة نسبيا. تمام يا مس.
تعال ناخد الخاصية الثالثة اللي هي الخاصية الفلزية واللا فلزية. دول الخواص اللي هناخدهم في درس النهاردة. ايه الخاصية الفلزية واللا فلزية؟ احنا عارفين ان العناصر الموجودة في الطبيعة حوالينا بتتقسم لأربع أنواع: الفلزات واللا فلزات وأشباه الفلزات وآخر حاجة الغازات الخاملة. تمام؟ خدناهم دول في سنة أولى صح؟ خدنا الفلزات واللا فلزات. تعال نفتكر المقارنة اللي عملناها في سنة أولى مع بعض بين الفلزات واللا فلزات. أول حاجة الفلزات، قلنا دايما المستوى الخارجي بتاعها أو الغلاف اللي بتاع التكافؤ بتاعها بيبقى فيه كام إلكترون؟ بيبقى فيه 1 أو 2 أو 3 إلكترون. دي مين؟ الفلزات. أمال اللا فلزات كان فيها كام؟ حد فاكر؟ ها شباب؟ ها كان فيها 5 أو 6 أو 7 إلكترون موجودين في غلاف تكافؤها اللي هو المستوى الأخير. تمام. طب إيه تاني فاكرينه عن الفلزات؟ الفلزات كنا بنقول إن هي بتميل ذرة الفلز إلى فقد إلكترونات الموجودة في الغلاف التكافؤ اللي هو المستوى الطاقة الأخير، دايما بتفقده. يعني لو المستوى الأخير في 1 هتفقده، ها؟ ولو المستوى الأخير في 2 هتفقده وتديه للذرة التانية اللي بتتفاعل معاها، لو المستوى الأخير في 3 هتفقده. أمال اللا فلز المستوى الأخير فيها 5 أو 6 أو 7 إلكترون، هل هينفع تفقد 5 إلكترونات؟ لا. 6 إلكترونات؟ لا. 7 إلكترونات تفقدهم؟ برضه لا. أمال هتعمل إيه؟ كانت بتميل إن هي تكتسب إلكترونات وتحطها فين؟ في غلاف تكافؤها اللي هو المستوى الطاقة الأخير بتاعها. تمام؟ طب ليه كانت الفلزات بتفقد واللا فلزات كانت تكتسب؟ الفلزات كانت بتفقد عشان تتحول لأيون موجب. طب برضه ليه يعني يا مس؟ علشان تصل إلى أقرب غاز خامل. عارفين إن الغاز الخامل كان مستوى الطاقة الأخير بتاعه مكتمل بالإلكترونات؟ طب هنا الفلز ده المستوى الأخير بتاعه فيه 1 إلكترون، طب ما هو يفقد الواحد ويبقى إيه؟ المستوى الأخير بتاعه اللي هو اللي قبل الواحد على طول بيبقى فيه 8 مكتمل، صح؟ طيب ولو هو المستوى الأخير بتاعه 2 هيفقد الاتنين وهيبقى أيون موجب 2، تمام؟ وكده هيبقى المستوى الأخير بتاعه برضه مكتمل. طب لو الفلز دوت المستوى الأخير بتاعه فيه 3 إلكترون برضه هيفقد ال3 إلكترون ويتحول إلى أيون موجب 3، صح؟ وهيبقى المستوى الأخير بتاعه برضه مكتمل بالإلكترونات. أما ذرة اللا فلز كان بيحصل لها إيه؟ كانت بإيه؟ لما بتكتسب إلكترون بتتحول إلى أيون سالب. يعني إيه؟ الذرة اللي فيها في المستوى الأخير 5 إلكترونات عايزة تكتمل ب8، في المستوى الأخير دايما بيكتمل ب8 إلكترونات، طب عايزة تكتمل تبقى 8، يبقى هتكتسب كام إلكترون؟ 3 إلكترون. يبقى ما دام هتكتسب 3 يبقى هتتحول تبقى أيون سالب 3. طب لو الذرة دهيت بتاعت اللا فلز فيها 6 إلكترون في المستوى الأخير يبقى هتكتسب 2 إلكترون عشان المستوى يكتمل ب8، تمام؟ لما هتكتسب ب2 إلكترون هتتحول إلى أيون سالب 2. طيب معانا ذرة تاني المستوى الأخير فيها 7 إلكترون عشان تبقى 8 إلكترون والمستوى يبقى مكتمل بالإلكترونات، ها هتكتسب 1 إلكترون. يبقى تتحول تبقى أيون سالب 1، صح ولا غلط؟ شو ده كله خدناه السنة اللي فاتت؟ طيب فعلا قلنا إن ذرة الفلز لما تتحول لأيون هتتحول لأيون موجب وهيحمل عدد من الشحنات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات اللي فقدها. لسه اللي قايلين هتبقى أيون موجب 1 أو أيون موجب 2 على حسب الإلكترونات اللي فقدها. طب هنا فقد 3 يبقى أيون موجب 3، تمام؟ طب أمال اللا فلز ذرة اللا فلز هتتحول لأيون سالب وهيبقى عدد الشحنات السالبة بيساوي عدد الإلكترونات اللي اكتسبها. هنا اكتسب 3 يبقى أيون سالب 3، هنا اكتسب 2 يبقى أيون سالب 2، هنا اكتسب 7 يبقى أيون سالب، لا هنا اكتسب إيه؟ ما اكتسبش 7، هنا اكتسب 1 عشان يبقى 8. أيون سالب 1، تمام، مركزين يا شباب، برافو عليكم. كده يبقى عملنا مقارنة بين الفلزات واللا فلزات. طب تمام يا مس، تعال نعمل بقى مقارنة ما بين الأيون الموجب والأيون السالب اللي هو
الايون الموجب اللي جه من ذرة الفلز، لكن الايون السالب ده جه من ذرة اللا فلز، صح؟ تعال نعمل المقارنة. الايون الموجب التعريف بتاعه احنا لسه قايلين جه من ذرة فلز، يبقى هو التعريف ذرة عنصر فلزي مالها الذرة دي؟ فقدت الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي. لازم تدخل في تفاعل كيميائي، مش الذرة قاعدة لوحدها كده وهتتفاعل، لا لازم تدخل جوه تفاعل كيميائي. لما تدخل جوه تفاعل كيميائي هتفقد، لو فقدت هتتحول تبقى ايون موجب، ودي اسمها ذرة ايه؟ ذرة فلز. طب تمام، امال تعريف الايون السالب؟ ها، ذرة عنصر لا فلزي مالها عنصر اللا فلزي دوت؟ اكتسبت الذرة بتاعته الكترون او اكثر اثناء مين؟ اثناء التفاعل الكيميائي. تمام، طب ايه تاني عن الايون الموجب ممكن نعمل بينه مقارنة؟ الايون الموجب السالب، الايون الموجب عدد الالكترونات فيه اقل من عدد البروتونات. عدد الالكترونات ليه اقل؟ لانه هي فقدت، مش احنا قلنا انها فقدت الكترونات، ففقدت الكترونات، لكن البروتونات قاعده زي ما هي جوه النواه ما فقدتهاش، فبيه الالكترونات اقل. اما الايون السالب لا، ده عدد الالكترونات فيه زاد لان هو اكتسب الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي، فعدد الالكترونات فيه بيه اكبر من عدد البروتونات اللي قاعده جوه النواه زي ما هي. هنقول تاني كمان في الأيون الموجب عدد مستويات الطاقة فيه أقل، لأن فعلا كان مثلا الذرة اللي في المستوى الأخير فيها واحد إلكترون، خلاص فقدت الواحد، بقى مفيش من المستوى بتاع الواحد، خلاص مش المستوى، فالمستوى بيه أقل، عدد المستويات بيه أقل من عدد مستويات الطاقة اللي كانت في الذرة الأصلية. عدد مستويات الطاقة في الأيون الموجب أقل من عدد مستويات الطاقة اللي في الذرة الأصلية، يعني في الذرة الأصلية كانوا 3 مستويات مثلا، كان المستوى الأخير فيه واحد، لا فقدت الإلكترون اللي في المستوى الأخير ده، هو فبيه عدد المستويات كام؟ 2 بس في الأيون، صح؟ أمال عدد المستويات الطاقة في الأيون السالب؟ بيقول لك عدد مستويات الطاقة فيه بيساوي عدد مستويات الطاقة في الذرة زي ما هو. إزاي يعني زي ما هو؟ يعني هي اكتسبت الكترون على ايه؟ على الالكترونات اللي كانوا موجودين في نفس المستوى، يعني المستوى الاخير مثلا كان فيه 7، اكتسب واحد، فالواحد ده هنحطه في مستوى جديد ولا نحطه في نفس المستوى؟ حطيناه في نفس المستوى، فما زادش عدد المستويات ولا قل، لا زاد عدد المستويات ولا قل، قعد زي ما هو عدد المستويات الطاقة زي ما هي. تمام، طيب ايه تاني ممكن نحطه في المقارنة دي يا شباب؟ الأيون الموجب بيحمل عدد من الشحنات الموجبة بيساوي عدد الإلكترونات اللي فقدها، صح؟ مش قلنا لو فقد واحد يبقى أيون موجب واحد، فقد 2 أيون موجب 2، صح؟ أما الأيون السالب بيساوي بيحمل عدد من الشحنات السالبة بيساوي عدد الإلكترونات اللي اكتسبها، يعني قلنا كان في 7 إلكترونات اكتسب إلكترون واحد، يبقى أيون سالب واحد. طب اكتسب 2 يبقى ايون سالب 2، مفهومة دي يا شباب؟ كده يبقى عملنا مقارنتين، مقارنة بين الفلزات واللا فلزات، والمقارنة التانية ما بين الايون الموجب والايون السالب. بيجي منين الايون الموجب والسالب؟ من الفلز واللا فلز. طيب ماشي يا مس، طب انت قلت لنا ان العناصر فيها 4 انواع، فلزات ولا فلزات واشباه فلزات وغازات خاملة. احنا دلوقتي خدنا الفلزات واللا فلزات، لسه باقي النوعين التانيين اللي هم مين؟ اللي هم ايه؟ اشباه الفلزات. تعال نشوف اهي اشباه الفلزات، ايه هي اشباه الفلزات ولاقيها فين في الجدول الدوري؟ اهم شايفين اللي لونهم برتقاني دول؟ شايفين اللي حواليهم دايره دول لونهم برتقاني؟ هم دول اشباه الفلزات. تمام، مثال عليهم زي ايه؟ الجرمانيوم والسيليكون. طب موجودين فين؟ في انهي فئه يا شباب؟ احنا خدنا المرة اللي فاتت الفئات بتاعت الجدول الدوري، موجودين في الفئة بي، الفئة بي اللي هي تقع يمين الجدول الدوري، تتكون من 6 مجموعات. تمام، طب ايه تعريف الأشباه الفلزات؟ هي عناصر بتجمع ما بين ايه؟ خواص الفلزات وخواص اللا فلزات، واخدة شوية من الفلزات واخدة شوية من اللا فلزات، تعريفها سهل جدا، وعرفنا مكانها في الجدول الدوري وعملنا حوالي دايرة وقلنا بتقع في الفئة بي يمين الجدول. طب حلو خالص، كده يبقى بقينا
في العناصر اللي هي العناصر ايه؟ الخامله، اخر حاجه الغازات الخامله او بسميها العناصر الخامله. مكانها فين دي يا مس في الجدول الدوري؟ اهو شايفين حواليهم دايره، اخر مجموعه اللي بسميها المجموعه الصفريه او المجموعه ال 18، اخر مجموعه بيبقى محطوط فيها الغازات الخامله، مكانهم فين برضه؟ في الفئه بي يمين الجدول، صح؟ طب ايه التعريف بتاعت الغازات الخامله؟ التعريف بتاعها، تعريف الغازات الخامله عناصر مكتمل مستوى الطاقه الخارجي بتاعها او مستوى الطاقه الاخير مكتمل بالالكترونات. يعني لو مستوى الطاقه بيكتمل ب 8 يبقى ايه؟ ما دام مكتمل ب 8 الكترونات يبقى المستوى ده، يبقى الايه الغاز ده او العنصر ده خامل، ما عدا اول واحد اللي هو الاتش اي هيليوم، ده بيكتمل ب 2 الكترون. ليه؟ لان هو ما فيهوش غير 2 الكترون بس، هيتحطوا كلهم في المستوى الاول. المستوى الاول هل ينفع يشيل 8؟ لا يا مس، المستوى الاول ما بيشيلش اكتر من 2 الكترون. يعني متشبع؟ اه متشبع، ما دام متشبع بالالكترونات يبقى ده عنصر خامل. تمام كده، يبقى خدنا الخاصيه الفلزيه واللا فلزيه كلها. المره الجايه هناخد بقى ازاي تتدرج الخاصيه الفلزيه، ازاي تتدرج في الجدول الدوري سواء في الدوره او في المجموعه. تعال ناخد مع بعض ملخص الدرس، نفتكره كده بسرعه. خدنا ايه النهارده؟ خدنا الحجم الذري، وقلنا بيقل في الدوره وبيزداد في المجموعه بزياده العدد الذري. كمان خدنا السلبيه الكهربيه، وقلنا ان هي مقدره الذره على جذب الكترونات مين؟ الرابطة الكيميائية نحوها. كمان خدنا قلنا العناصر بتقسم إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وغازات خاملة. تمام كده يبقى خلصنا الدرس النهاردة يا شباب. كل واحد فيكم يسلط كاميرا الموبايل بتاعه ويمسح الكود اللي قدامكم علشان يدخل يجاوب على الاختبار اللي معاكم. تحياتي ليكم، كانت معكم مس نهى العراب إبراهيم، مع تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني.